السائل من الغرب يقول: هل هناك أي جماعة جهادية على الحق في عصرنا؟ أبدا. نعم. لا يوجد جماعة جهادية على الحق الآن أبدا. كلها حركات إلا يعني إلا في الأماكن الانفصالية يعني ما أدري، لكن جماعة لا إمام أنا لا أعلم. نعم. جماعة جهادية لا إمام. نعم. جزاك الله خير الشيخ.